السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الكاردياك ماركرز. هي عبارة عن إنزيمات وبروتينات داخل عضلة القلب في حالة حدوث الميوكارديال انفاركشن، بتخرج بره عضلة القلب وتدخل جوه الدم، وبالتالي لما بنقيسها في البلد وبنلاقيها عالية بتديني انديكيشن ان في مايوكارديال انفاركشن. في نوعين اساسيين، انزيمز وبروتينات. الانزيمز عبارة عن سي كي و ال دي اتش و اي اس تي، والبروتينات عبارة عن مايوجلوبين وتروبونين. ده كان زمان بيستعمل كل المواد دي في تشخيص المايوكارديال انفاركشن، لكن حاليا اصبح الاي اس تي والال دي اتش ليس لهم استعمال بعد اكتشاف الميوجلوبين والتروبونين والسي كي. فدلوقتي اللي بيستعمل في تشخيص المايوكارديال انفاركشن سي كي ام بي والتروبونين والميوجلوبين. ليه ال دي اتش لا يستعمل في تشخيص المايوكارديال انفاركشن حاليا؟ لانه نون سبيسيفيك ماركر، يعني بيرتفع في حالات تانية كتيرة غير الميوكاردر انفاركشن. كان بيستعملوه فإن ال LD1 بيرتفع أكتر من ال LD2. ال LD H عبارة عن خمس أنواع ال LD1 حتى ال LD5. أكتر LD موجود في البلد في الحالة النورمال هو ال LD2، لكن في حالات الميوكاردر انفاركشن ال LD1 بيبقى اعلى من ال LD2. ده بيسموه فليبد باترن او فليبد ريشيو، بيبقى ال LD1 اكتر من ال LD2. تاني حاجه ال AST ليس له استعمال حاليا، لانه طبعا موجود في كذا حاجه منها الليفر والسكليتال ماسلز، فليس له استعمال حاليا. نبتدي بقى بالانزيمات اللي بتستعمل حاليا، وهو التوتال سي كي وسي كي ام بي. CKMB هو جزء من التوتال CK. التوتال CK عبارة عن CKMM CKBB CKMB، كلها موجودة في السكليتال ماسلز أو العضلات الهيكلية، ما عدا CKMB بيبقى مينلي موجود في الكاردياك ماسل في عضلة القلب، فهو مور سبيسيفيك أكتر من التوتال CK، ولكنه ليس سبيسيفيك زان تروبونينز اللي هنتكلم عنها دلوقتي. طيب امتى السي كي ام بي بيظهر في البلد؟ بيظهر في خلال من 3 ل 6 ساعات بعد ما يحصل مايوكارديال انفاركشن، وبيوصل لاعلى تركيز في الدم في خلال يوم، وبيرجع للطبيعي بعد يومين او 3 من حدوث الميوكارديال انفاركشن. فمن مميزاته زي ما احنا شايفين ان انا ممكن اشخص ايرلي الميوكارديال انفاركشن، لانه بيظهر في خلال من 3 ل 6 ساعات. في ميزه تانية ان هو بيرجع للطبيعي بعد يومين او 3، فلو في بيشنت حصل له ميوكارديال انفاركشن تاني، فبعد 3 ايام هيرتفع تاني الميوكارديال انفاركشن، هيرتفع تاني السي كي ام بي. فمعنى ان انا لقيت السي كي ام بي عالي بعد 4 ايام مثلا من حدوث الميوكارديال انفاركشن، معنى كده ان حصل جلطة تانية. فدي اهم ميزة للسي كي ام بي، ان انا اقدر اشخص بيه الري انفاركشن، لان هو بيرجع للنورمال في خلال يومين او 3، فلو حصل انفاركشن تاني بعد 3 ايام يقدر يظهر في الام بي عكس التربونين. طيب عيوبه ايه؟ ان البيشنت لو جاي لي بعد 3 ايام من حدوث الانفاركشن هلاقي السي كي ام بي نورمال، فمش هقدر اشخص بيه الديلايد انفاركشن، يعني واحد دخل في انفاركشن بس ما وصلش المستشفى الا بعد 3 او 4 ايام، فالسي كي ام بي هنا ملوش دور لانه يطلع طبيعي. تاني عيب للسي كي ام بي ان هو نوت سبيسيفيك 100%، لأنه ممكن يعلى برضو في حالات السكليتال ماسل ديس اوردرز.
علشان كده يتخلصوا من النقطة دي، عملوا حاجة اسمها سي كي ام بي ماس. هنا ما بقيسش الاكتيفيتي بالانترناشنال يونت بير لتر، ولكن هنا بقيس الماس سواء بالكيميلومينيسنس او بالاليزا. هنا بيبقى النتيجة بالنانو جرام بير ميلي. وعلشان يزودوا السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي اكتر، قسموا الماس دي على التوتال سي كي اكتيفيتي ونضرب في 100. لو كانت اكتر من 5% ده معناها ان في مايوكارديال انفاركشن. يبقى الافضل سي كي ام بي، والافضل منها سي كي ام بي ماس. كده خلصنا الانزيم اللي بيستعمل في المايوكارديال انفاركشن، وعرفنا بيطلع امتى والبيك بتاعته امتى ويبقى نورمال تاني امتى. ندخل بعد كده على الكاردياك بروتينز. اول حاجه المايوجلوبين. المايوجلوبين ده الموست سنسيتيف تيست للمايوكارديال انفاركشن. اكتر بروتين حساس للمايوكارديال انفاركشن هو المايوجلوبين، لانه بمجرد ما يحصل انفاركشن في خلال ساعه او ساعتين بيرتفع. فاذا انا ممكن يساعدني ان انا اشخص ايرلي انفاركشن، ولكنه طبعا موجود في السكليتال ماسل فمش هينفع لوحده لانه بيرتفع في حالات السكليتال ماسل ديس اوردرز. ولكن لو في شك ان في مايوكارديال انفاركشن ممكن استعمل مايوجلوبين في الايرلي ديتكشن، ولكنه طبعا نوت سبيسيفيك تماما. بيرتفع في خلال ساعه او ساعتين، بيوصل للبيك في خلال 12 ساعه، وبيرجع للنورمال في خلال 24 ساعة. علشان كده هو كويس في تشخيص الايرلي انفاركشن، مش لوحده طبعا. وعيبه ان هو نوت سبيسيفيك، والعيب التاني ان لو حد جاي متأخر بعد يوم او يومين هيبقى الميوجلوبين نورمال، لانه بيرجع يبقى نورمال في خلال 24 ساعة. فاذا هو مهم ان انا اشخص بيه، بالاضافة ان انا استعمل معاه التروبونين. فالوحده مش كفاية لأن not specific. ندخل بعد كده على الموست كومون بروتين في تشخيص المايوكارديال انفاركشن، والموست سبيسيفيك هو الكاردياك تروبونينز. كاردياك تروبونينز دي عبارة عن 3 سب يونتس تي واي وسي. تي لان هي بتمسك في حاجه اسمها تروبوميسن، ودي هنرفع فيديو بيها ان شاء الله عباره عن دقيقه تقريبا هيشرح الفرق بين الثلاثه. التي اختصار لتروبوميسن عشان هو بيمسك في تروبوميسن، السي اختصار للكالسيوم عشان هو بيمسك في الكالسيوم، الاي اختصار لانهيبيشن لانه بيعمل انهيبيشن للاكتين انه يمسك في المايوسين. فدول 3 سب يونتس بيكونوا التروبونينز. طبعا دي موجودة في الكاردياك ماسل وموجودة في السكليتال ماسل، ولكن تركيب التروبونينز اللي موجودة على الكاردياك ماسلز ليها تركيب مميز غير خالص تركيب التروبونينز اللي موجودة في السكليتال ماسلز. علشان كده هي بتاخد حرف سي في الأول. سي refer to cardio أو cardiac، سي تي ان يعني cardiac تروبونين، تي أو اي أو سي. احنا بنستعمل الاي والتي فقط، لكن السي ملهاش استعمال في التشخيص لانها نفس تركيب التروبونين سي اللي موجود في السكليتال ماسل. فاذا اللي تركيبها مميز هو التي والاي. دي توضيح بسيط للتروبونينز، دي الاكتين اللي موجود في اي ماسل سواء كاردياك او سكليتال، ودي فتحات عليها علشان يمسك فيها المايوسين في حالات انقباض العضلة. الفتحات دي بتتغطى بحاجة اسمها تروبوميسن زي ما احنا شايفين، ويجي بعد كده تروبونينز تلزق فوق التروبوميسن، تمسك في التروبوميسن عن طريق التروبونين تي زي ما احنا اتفقنا ان تي ترجع لتروبوميسن. تربونين سي ده اللي هيمسك في الكالسيوم في حالة الانقباض، وتربونين اي بيعمل انهيبيشن للاكتين انه يمسك في المايوسين. هنا الكالسيوم جه ومسك في تربونين سي، هتبتدي التي ان تي اللي ماسكه في التروبومايسن
تشيل التروبوميسين بعيد عن مكان اللي هيمسك فيه الميوسين بالمنظر ده كده، ويجي بعد كده الميوسين يمسك ويحصل انقباض للعضلة. بعد ما يحصل ريلاكسيشن بترجع كل حاجة لوضعها القديم. اتفقنا ان التروبونين اي وتي هما اللي بيستعملوا في تشخيص الميوكارد انفاركشن، ولكن الاي هي الموست كومون لان هي 100% كاردياك سبيسيفيك، لان في كلام ان التي في نسبة منه موجودة في السكليتال ماسلز. طب امتى بيظهر التروبونين؟ بعد 3 او 6 ساعات من حدوث الانفاركشن، بيوصل لاعلى ارتفاع في خلال يومين، بيرجع يبقى نورمال في خلال من اسبوع لعشرة ايام. فاذا هو هنا early detection زي CKMB بالظبط، ولكنه الميوجلوبين هو الأسرع زي ما اتفقنا. تاني حاجة هو بيختفي في خلال 7 أو 10 أيام، فهو هنا مفيد في تشخيص حالات delayed admission، يعني patient جاي متأخر بعد 4 أو 5 أيام من حدوث الانفاركشن، هنا الميوجلوبين هيبقى نورمال، هنا ال CKMB هيبقى نورمال، ولكن التروبونين هو اللي هيبقى still مرتفع. تاني حاجة التروبونين اي لو بروجنوستيك ماركر، وهي ان الليفل بتاعه في السيرم بيعكس مدى الدمج اللي حصل للكاردياك ماسل. ده رسم بيان بيوضح الثلاثة ماركرز اللي بيستعملوا في تشخيص الميوكارد انفاركشن. زي ما احنا شايفين الميوجلوبين باللون الاخضر اول حاجة بتبتدي ترتفع، واول حاجة بترجع للنورمال، بعدها السي كي ام بي، وفي نفس الوقت التروبونين اي، لكن السي كي ام بي بيرجع للنورمال اسرع، لكن التروبونين هو اللي بيطول ل7 أو 10 أيام. ودي توقيتات التروبونين والسي كي ام بي والميوجلوبين للتذكرة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.